السلام عليكم مشاهدي لولو يامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير، صباح الخير عليكم، صباح الورد والياسمين. دابا الصباح انا غدا نمشي عند العطار، غادي نشارك معكم جنجلان ان شاء الله واللوز. يلا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وصباحكم مبروك. هذا العطار البنات اللي كنتقدى عنده كل شيء موجود ما شاء الله، والثمن مناسب. جنجلان 23 درهم، وكاين البلدي ب 40 درهم. نص كيلو، دير نص كيلو حيت خديت كيلو. عبر ليا كيلو ديال اللوز. لا شتي الشوفان درت 10 درهم، وكيلو ديال اللوز، كيلو ديال اللوز مرحبا. المهم البنات، انا ملي شريت الجنجلان انا غنشارك معكم بعدا التنظيف ديال الجنجلان ديالي. هو الاول الطريقه سهله باش تجيكم سهله. المهم ها نتوما البنات، الجنجلان اللي شريت كندير بحال هذه الطريقه. المهم نتوما ديروا شي بانيو كبيره ولا شي حاجه، المهم كندير ليه الماء، كنحرك الجنجلان ديالي. الا عرفتوا البنات هذه الطريقه ديال الجنجلان، دائما غادي تغسلوا الجنجلان ديالكم بسرعه وتحمروه بسرعه، ديما غيكون عندكم الجنجلان موجود في الدار. هانتوما البنات دابا انا حركت الجنجلان، عندي هاد الصفايه، ضروري تكون هاد الصفايه اللي ما غدوز لينا الجنجلان. كندير بحال هكا، كنزيد الماء. المهم ما كنضيعوش الجنجلان ديالنا، ما كيتشتتش يعني، ما يتوزعش لينا على لابابو. ها نتوما غادي ندير بحال هذه الطريقه، غادي نلقى الحجر لتحت، كيبقى ليا الحجر لتحت. الا كان شي حجر او لا شي حاجه اللي غادي كتهبط لتحت، هانتوما شتي هاد الطريقة باش كنغسل انا الجنجلان. حيت بزاف البنات طلبوني باش ندير الطريقة ديال الجنجلان، الغسيل ديال الجنجلان عفوا ديال الجنجلان. انا غنغسل الجنجلان ونديرو يتحمر. المهم نشارك معكم الجنجلان اليوم ان شاء الله. في الجوج الثاني غادي نشارك معكم سلو بلا زبدة وبلا الزيت. صافي هذه هي الطريقة. دابا غادي نقطع الفيديو تنكمل نوريكم الحجر اللي كيبقى لتحت. الا كان فيه الحجر، الا ما كانش فيه راه ما كنلقاوش الحجر، كنحيدو غير الغبره ونحيدو هذاك المهم اللي كيكون في الجنجلان باش كيجينا ساهل باش ملي نبغيو نقيوه. ها نتوما البنات دابا صافي قربت نكملو. شوفوا الزبل اللي كيبان لتحت، ها نتوما. المهم ما كنضيعوش الجنجلان ديالنا. ها هو الحجر، كاين حجرات كيبانوا لكم، الا كان يبانوا لكم ها هما بقاو لتحت. هاد الطريقه البنات سهله، ما كاين لا المهم كاين بزاف البنات قالوا لي بلا الجنجلان كيضيع ليهم. لا ها نتوما ها هو الحجر اللي كيبقى لتحت الا كانوا غيبان لكم. هانتوما البنات شوفوا الحجر كيبقى لتحت، كاين تراب والحجر المهم كيبقى كيتعزل لتحت، والجنجلان ديالنا كيبقى نقي. دابا غنعاودو صافي، كنحيدو هذاك الحجر اللي كيبقى لينا لتحت، كنعاودو الجنجلان ديالنا بنفس الطريقه. طريقة سهلة،
نسقوا الجنجلان ديالنا كيبقى لينا ما كيضيعش لينا. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه البنات. ها نتوما نفس الطريقه الجنجلان ديالنا كنكبوه في هذه الصفايه اللي ما كدوزش الجنجلان. دابا الجنجلان ديالنا ها هو تنقى لينا مزيان. المهم كتغسلوا نتوما الكميه اللي كتبغيو. المهم هذه هي الطريقه باش كنغسل انا الجنجلان ديالي. صافي دابا البنات ما بقاش الحجر، هانتوما كيبان لكم ما كاينش الحجر. هذاك الحجر والتراب الاول كيبقى في الاول، يلاه ملي كنغسلوه الغسيله الاولى والغسله الثانيه. صافي دابا الجنجلان ديالنا ها هو موجود، وغادي ندوزو نحمرو. طريقه راه ساهله والجنجلان ديالنا كيجينا ساهل. هانتوما بحال هاد الطريقه باش تغسلو الجنجلان ديالكم، حيت بزاف البنات طلبوني، حيت كاين اللي كيغسل الجنجلان وكينشرو في الشمس كيبقى يتسنى باش ينشف. لا انا نوريكم الطريقه ان شاء الله بلا ما نتسناو حتى نديروه في الشمس، عاود كيجمع الغبره. ها نتوما اللي بقى واحد شويه ديال التراب اللي بقى، نتمنى يبان لكم يبقى في التحت ما بقاش بزاف. صافي دابا الجنجلان ديالنا ها هو موجود. انا درت غير القياس اللي غنشارك معكم، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. دابا الجنجلان ديالنا ها هو موجود، دابا غادي ندوزو نحمرو الجنجلان ديالنا ان شاء الله. المهم البنات غسلت الجنجلان، هو هذا راه كنخلي ما يلاه صفيتو غير كنغسلو. دابا درت الكوكوط فوق النار، درت الكوكوط فوق العافيه. عندي هاد الكوكوط ثقيله، المهم تكون عندكم شي طنجره ثقيله اولا كاسرونه اللي ثقيل، حيت المهم ضروري نحتاجو شي حاجه ثقيله. انا عندي هاد طنجره الضغط ثقيله هي اللي كندير فيها الجنجلان ديالي، كنديرو بحال هكا. طريقه سهله صافي. غادي نبقى نحرك الجنجلان ديالنا، غنحمروه دابا غنوجدوه ان شاء الله. نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الجنجلان ديالنا. راه ما كياخذش الوقت البنات، بقاو تحركوه. هانتوما البنات بعد ما نشف لينا الجنجلان ديالنا ها هو كيترطق، يعني كيتحمر دابا. الجنجلان ديالنا بسرعه كينشف وكيتحمر، وكنبقى نحركو فيه كيتحمر لينا، كيتحمر زوين. المهم البنات ها هو الجنجلان ديالي بعد ما حمرته. المهم الطريقه سهله، راه شاركت معكم الغسيل ديال الجنجلان، تنظيف الجنجلان وحمرته في طنجره الضغط. المهم هو هذا دابا ما فيه حتى حاجه، مع الحجر اللي كان فيه والغبره راه مشى يعني نزل مع الماء. ها نتوما كندوز على الجنجلان ديالي، كندير ليه بحال وكنشوفو ما فيه حتى شي حاجه، يعني نقي ملي كنغسلوه كيبقى نقي. كنحمرو الجنجلان ديالنا. الى عجبكم طريقه تنظيف الجنجلان ديال لولو يامي ما تنساونيش باللايكات، جزاكم الله خيرا، عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله. شكرا مشاهدي لولو يامي اللي كيصيفطوا التعاليق الزوينه. مع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير.